ومن الترندز اللي اتصدرت السوشيال ميديا كانت زيارة البلوجر التركي كوكسال بابا لمصر. كوكسال بابا جه مصر يوم الخميس اللي فات، وكان مهتم انه يروج لزيارته لمصر على السوشيال ميديا من خلال نشره لصور الاهرامات وزيارته اللي منها زيارة الاهرامات ومعالم القاهرة، واتكلم عنها عدد كبير من المتابعين بتاع كوكسال. وكان في استقباله عدد كبير من البلوجرز والمشاهير على السوشيال ميديا، ومنهم الساحر كريس المصري واللي قدم مجموعة من الالعاب السحرية واللي خلت كوكسال يكون مندهش جدا. وكمان كان في استقباله علي غزلان وعزيز العقاد وغيرهم من البلوجرز اللي رحبوا بيه بشده. لا صحافه الناحيه الثانيه يا باشا، بعد اذنك صحافه الناحيه الثانيه. ما انا فاهم انتوا من المعروف ان كوكسال بابا اتولد بمرض وراثي نادر جدا بيخليه يشبه الاطفال في الصوت وقصر القامه، وده بالرغم من ان عمره دلوقتي 46 سنه. من الحاجات كمان اللي معروف عنه انه كان بيعتبر واحد من الملاكمين المشهورين في تركيا، وحقق مجموعه من الالقاب المحليه، ولكنه اعتزل الملاكمه سنه 2010.